أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. خفضت الأردن مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، كما أمهلت السلطات الأردنية السفير القطري بضعة أيام لمغادرة البلاد بحسب بيان للحكومة الأردنية. وقامت السلطات الأردنية أيضا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية وسحب تراخيصها، جاء ذلك على خلفية سياسات قطر في دعم الإرهاب في المنطقة. قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وأضافت موريتانيا أن هذا القرار جاء في ظل إصرار قطر على التمادي في السياسات التي تنتهجها. وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إن موريتانيا في كل المناسبات أكدت التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في الوطن العربي والعالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية وغيرها ضد قطر، وصرح أن عزل قطر يشكل بداية نهاية الإرهاب. وأشار ترامب في تغريدة له على موقع تويتر أن دول الخليج قالت إنها ستعتمد نهجاً حازماً ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير إلى قطر، وتابع أن القطع قد يكون بداية لنهاية فظائع الإرهاب. شنت مقاتلات قوة التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت قيادات تنظيم داعش خلال اجتماع لهم في حوض اليرموك غربي درعا بحسب ما أفاد به مراسلنا. وأضاف مراسلنا أن من بين القتلى أبو محمد المقدسي، وهو قائد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد التابع لداعش. أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق قتل المسؤول الأول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة الموصل القديمة، كما أعلنت تحرير 75% من حي الزنجيلي في الساحل الأيمن للموصل، وتقترب كثيرا من باب سنجار المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة. نظم نادي ريال مدريد احتفالات ضخمة على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام آلاف المشجعين لإنهائه موسم مليئا بالانتصارات. واختتم ريال الموسم بالتتويج بلقبه 12 في دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي في كارديف على حساب يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.